أمال أحمد عبد الله خليفة، أنا من قرية في مركز أخميم محافظة سوهاج. أنا منسق دعم فني مشروع المشروع برنامج النموذجي لخدمة ما حول الولادة مع هيئة اليونيسيف، ومدير تنفيذي الجمعية الأهلية بقريتنا. أنا وفاء عشرين أسوان، عضو بحزب الدستور. اشتركت في العمل السياسي من قبل 25 يناير، كنت من خلال الجمعية الوطنية للتغيير. أنا اسمي علي أحمد إبراهيم، من أسوان، من قرية البحيرة، من إدفو، عضو في التحالف الشعب الاشتراكي، كنت نازل انتخابات مجلس الشعب عن قائمة الثورة مستمرة. فاطمة العمري، بشتغل محامية. أنا يعني عندي طموح إن احنا ممكن في يوم من الأيام نشتغل كويس ونوصل للرئاسة، فده اللي انا بصيت له، لان ده يعني المهمه بتاعه الاحزاب دلوقتي اكتر من العمل الثوري او الحركه يعني في الفتره اللي فاتت. وجدنا ان احنا خلال السنتين اللي فاتوا دول ان مش قادرين نشتغل في الشارع مظبوط، لان كان بعمليه ان انا كل واحد مستقل بفكر معين وله توجهات معينه ورؤيه معينه، وما كانش في عمل تنظيمي يجمعنا كمجموعه شباب كلنا في الشارع. من هنا ابتدينا ندور على الاحزاب الموجوده، الوضع، العادات والتقاليد الموجوده في المجتمع عندنا اللي ما زالت ما تقبلش وجود المراه في العمل السياسي. رحنا ولجأنا لاحزاب، بعض الاحزاب، عشان ابقى صريحه معاك، ما فيش احزاب اساسا. لا طب انتوا ستات اقعدوا في البيوت، ما ينفعش انكم تطلعوا ولا تطلعوا ولا خالص. طب يا جماعه ليه انتوا ليه بتدللوا من دورنا؟ زي ما انا اتكلمت مع حضرتك وهي عمليه تبادل ادوار، قلت له لو انت في حنفيه بايظه في البيت الست مش ممكن تقوم بيها؟ قال لي اه عادة. قلت له طب لو الغساله باظت في البيت الست ما تقدرش تقوم بيها؟ قال لي اه. قلت له ايه الفرق ان انا ما اقدرش اشارك معاك؟ انا ممكن اشارك معاك واشارك كمان ابفأ منها سياسيا. بدأنا ان احنا كمان نعمل لقاءات توعيه للستات، دور الاحزاب السياسيه ايه، دورهم لازم ان هم ليهم حق وعليهم دور، ازاي يشاركوا كمان في قال طب احنا يعني ايه سياسه يعني؟ قلت كده تشاركي في الانتخابات، تشاركي ان تدي صوت، تشاركي في الاحزاب، في المؤسسات والجمعيات الاهليه دي كلها، انك انت تشاركي وتنضمي ليهم. اكتر مشكله بتقابلني بتبقى مش من بره، لان بره معروفه وجهه نظر الناس يعني في عمل المراه، في سواء في حزب سواء في حركه سياسيه، لكن اكتر حاجه بتتعبني جوه الكيان السياسي اللي انا فيه او مع الكيانات التانيه اللي انا مشاركه يعني بشارك معاها. اولا هما ببص للمراه ان هي مش كل شغل تقدر تشتغل فيه، ان اخرها تشتغل في لجنه المراه بس، تشتغل عمل يخص المراه، في حين ان انا اكتر شغل كنت يعني لاقيه فيه نفسي واكتر شغل بقدر بنجز فيه شغل العمل الجماهيري. كنت بشتغل للمراكز وبنزل القرى وكل حاجة، بس هما كل المشكلة عندهم ان ازاي يتسمى عليا كلمة منسق عام. مش مشكلة عندهم دي بتشتغل وما بتشتغلش، بس ازاي تبقى منسق عام عندنا. اهم المشكلات ان انا من قرية واني انا بنت، وان المجتمع اللي انا فيه مجتمع قبلي يرفض تماما مشاركة المرأة السياسية، خاصة القبيلة اللي انا منها رفض تماما فكرة ان بنت تطلع او امرأة تشارك سياسيا. لكن ما تهزمتش، كنت بنزل مع الناس وبشرح لهم فكرة الحزب وبشرح لهم فكرة الاشتراكية ازاي، وانا سمية بنتكم، انتوا عارفين ان انا مين وانا تربيت معاكم، يعني اللي بيتقال ده اكيد انتوا عارفين ان انا استحالة اعمل، لان انا تربيت على عادات وتقاليد. ازاي دي بنتك نادي؟ ازاي قدرت تتحرك بس ومعين حزب اللي هو الاخوان ده مسيطر جدا جدا عندنا بالقرية، فازاي بنت تطلع وتتكلم وتتنافس مع الناس؟ يعني انا عن نفسي لقيت مشاكل كتير خالص، كانوا يروحوا لجدي في البيت، يروحوا لابويا، يروحوا لاهلي، ان هم لقوا البنت دي، وفعلا انا حبسوني 4 ايام، حبست 4 ايام في البيت عشان انا ما اطلعش.